أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الرابعة أو الفرض الثاني للدورة الثانية للمستوى الخامس مادة الفرنسية، غنشوفوا نموذج للفرض الثاني الدورة الثانية للمستوى الخامس فرونسي ايفالياسيون نيميرو 4. إذا بالنسبة على حسب الدروس الجديدين اللي عندكم في مادة الفرنسية، لأن المقررة للفرنسية تبدلت العام، اذا الدروس كذلك تبدلوا، كذلك الفروض غيكونوا مبدلين. اذا غنشوفوا بالنسبه قبل ما نبداو النموذج على شكل PDF غتلقاوه في الوصف باش تخدموا النموذج، ومن بعد تشوفوا التصحيح. اذا نحاول نصحوا الفرض مع الشرح. اذا غنشوفوا في هاد لا بارتي ليكتور كومبريونسيون دو ليكري، وغنشوفوا غرامير. اذا غنبداو بليكتور اللي هو عندنا عنوان النص اللي هو نوتر بلانيت تورن. إذن أول حاجة ديما باش يجيكم الأسئلة وأنك تقدروا تجاوبوا عليهم ديال النص، حاولوا تقرأوا النص قراءة جيدة وخا ما تفهموش كامل، ولكن إن فوا أنك تفهم علاش كيدور النص وبعض الكلمات تقدر تجاوب بطريقة سهلة الأسئلة. إذن notre planète tourne, pourquoi y-t-il alternance de jour et de nuit? La Terre tourne autour d'elle-même aux 24 heures grâce au soleil. Ce tour entraîne l'alternance de jour et de nuit. Quand une partie du globe terrestre est dirigée vers le soleil, c'est le jour. Et quand cette partie passe à l'ombre, c'est la nuit. إذن أول فقرة اللي كتهضرنا على الدوران ديال الأرض. إذن أول حاجة علاش كاين تناوب أو ما بين أو تعاقب الليل والنهار. إذن أول حاجة أن الأرض شنو كتعمل؟ دورة حول نفسها، يعني دورة. إذن تور حول نفسها في 24 ساعة. إذن غراس او سولي بفضل الشمس، هاد ستور هاد دوران اشنو كيعملنا؟ يعني ينتج عنه تعاقب الليل والنهار. ما كتكون واحد لابارتي دو غلوب، يعني ما كتكون واحد لابارتي ديال الارض يعني في اتجاه الشمس، كيكون عندنا النهار. وما كتكون هاد البارتي يعني كدوز على الجهة المظلمة ديال الشمس، كتكون سي لا نوي والليل. اذا نشوفوا الفقرة الثانية، Pourquoi ont été les jours sont-ils plus longs que les nuits? قال لك ديم لماذا في الصيف كيكون النهار طوال من الليل؟ اذا غنشوفوا السبب. La Terre tourne aussi autour du soleil et elle met un an pour effectuer un tour complet. Son axe de rotation est incliné par rapport au soleil. C'est pourquoi la durée des jours et des nuits varie selon les saisons de l'année. اذا غنشوفوا لا بارتي الثانيه اشنو فيها. اذا الارض كدور حول الشمس، وهذا الدوران كيكون يعني المي انو بور افيكتي، يعني خاصه سنه باش تكمل الدوره حول الشمس. هذا المحور ديال الدوران اذا ما مقارنه مع الشمس، اذا هذا هو اللي كينتج عليه ان لا دوري دي جور اي دي نوي كتغير على حسب ماذا؟ على حسب فصول السنه. نمشوا الفقره الثالثه، بوركوا لا تمبيراتور فاريتيل سور notre planète. اذا علاش درجه الحراره كتغير في الكره الارضيه؟ اذا لا بارتي دو لا تير لا بلو بروش دو سولير سوا دون بلو دو شالور، سي بور سولا كيل في شو اون تيتي. اذا واحد جزء من الارض اشنو كيكون قريب من الشمس، يعني قريب من الشمس اللي كينتج عنه انك تكون بزاف الحراره، هذا اللي كيفسر لنا ان الحراره كتكون مرتفعه في الصيف. اذا كون سيت بارتي سي لوان دو سولاي ايل روسو موان دو شالور سو كي اكسبليك لا بيس دو لا تمبيراتور اون ايفير. اذا ما كتبعد هذاك لا بارتي على الشمس كتستقبل اقل حراره اللي كينتج عنه انخفاض الحراره في الشتاء. اذا كان هذا هو النص، حاول تشرحه لكم باش تفهموه، غير باش تفهموا مصطلحات علميه فقط. اذا غنمشيو دابا الاسئله. اول سؤال، وهذا السؤال كيتعطى دائما، اما كيقول لك عطيني عنوان النص او اقترح بروبوزي ان تيتر ولا اقترح عنوان. اذا شنو قال لك هنا؟ كيل لو تيتر دو تيكست، كيل لو تيتر دو تيكست. اذا العنوان باين ديما كيكون قبل النص وكيكون بشكل مختلف عن النص. اذا هو هذا، هو مأطر هنا بالزرق نوتر بلانيت تورن. اذا غنجيو نكتبوا هنا العنوان نوتر بلانيت، نوتر بلانيت كوا تورن، هذا العنوان. البارتي الثانيه ديال السؤال شنو قال لك؟ اي كيل اون سون لي سو تيتر. اذا التيتر هو العنوان كبير، والسو تيتر عناوين صغارين. هنا باينين هما ثلاثه اللي بالخضر هما العناوين صغارين، اذا غنعملوا هنايا 3 سو تيتر. اذا وغنسطر عليهم وكتبوهم. اذا الاول هو هذا، اوكي، بوركوا ياتيل الالتيرنانس دو جور اي دو نوي،
الثاني هو هذا، بوركوا اون تيتي لي جور سونتيل بلو لون كو لي نوي، و سو تيتر الثالث هو هذا، بوركوا لا تمبيراتور فاري تيل سور نوتر بلانيت. اذا غنمشيو ننتقلو للسؤال الثاني، اون باس على كيسيون 2. Selon le texte, qu'en fait-il le jour et qu'en fait-il la nuit? Et dans un homme, c'est-à-dire comme elle a l'ajouba, il a un ouan hnaya al-farah ma kafish, et dans un cas de nos, et dans un matin qui est un nar ou un matin qui est un lil, et dans un haïa, quand une partie du globe terrestre est dirigée vers le soleil, c'est le jour, et quand cette partie passe alors, c'est la nuit. Et dans le jawab, dit sous LB. Et dans, baina. Et dans un haou l'oudi, ma djawbou mon nas, mais si j'y koum, c'est elle. Hada, hada, sous L. ثاني يعني بي. نمشيو دابا سي. كيسيون سي، كيل دوري لا تير ميتيل بور ايفيكتويي ان تور كومبلي اوتور دو سولي؟ اذا شنو قال لك؟ كيل دوري لا تير هيا تورن اوتور دو سولي، اشنو كاتبين هنا؟ المي ان نو. اذا نكتبو هنايا سنه ان نو، اذا هنا نكتبو جواب، وممكن تكتبو جواب كامل، غتعملو ان نو بور ايفيكتويي ان تور كومبلي. إذن هيا، alors un an pour effectuer، ممكن تكمل الجواب، un an pour effectuer quoi؟ يعني باش دير دورة كاملة، un tour complet، un tour complet. très bien. إذن نمشيو دابا D. pourquoi la durée des jours et des nuits varie-t-elle selon les saisons de l'année؟ قال لك لماذا النهار والليل يتغير على حسب فصول السنة؟ هيا. قالك سي بوركوا لا دوري دي جور اي دي نوي. اذا شرح قبل، سون اكس دو روتاسيون اي انكليني بارابور او سولي. اذا سي بوركوا لا دوري دي جور اي دي نوي فاري سولون لي سيزون دو لاني. اذا سون اكس يعني ماذا؟ اذا هنايا قلنا il met un nom pour effectuer un tour complet. Son nom, son axe, yani axe de la Terre, et d'un axe de rotation, est incliné par rapport au Soleil. Parce que, et d'un axe de rotation, parce que, et d'un axe de rotation, parce que, qui consou elle l'imède, car son axe, yani, l'axe qui a l'axe de la Terre, et d'un axe de rotation, et d'un car l'axe de rotation de la Terre, ok, est incliné. car l'axe de quoi محور ديال الدوران، l'axe de rotation محور الدوران ديالاش ديال الارض، حيت الارض اللي كدور ماشي الشمس. اذا غير باش تعرفوا كمعلومه، l'axe de rotation de quoi de la terre est incliné par rapport au soleil، est incliné par quoi par rapport au soleil par rapport او كوا او سولي. اذا هذا هو الجواب اكسيتيرا. اذا غنمشيو دابا نفس السؤال بوركوا لماذا فيتي شون تي تي اي بوركوا فيتي فرو اون ايفر؟ لماذا كتكون الحراره في الصيف وكيكون البرد في الشتاء؟ ها هي كاينه في البارتي 3، لا بارتي بلو بروش دو سولي روسوا بلو دو شالور، سي بوركوا ال في شو اون تي تي، اي لوسكو لا بارتي سي لوان دو سولي ال روسوا مون دو شالور، سي اكسبليك لا بيس دو لا تمبيراتور اون ايفر. اذا ال في شو ال في نكتبو هنايا ال في شو يعني كتكون سخونه في الصيف. alors il fait chaud en été pourquoi car ok la partie de la terre est plus proche car la partie de quoi la partie ok de la terre قريبة من الشمس de la terre ok la plus proche et plus proche de soleil alors et plus car la partie de la terre la pluie est plus proche de la soleil est plus proche de soleil idem هذا هو الجواب ديال لا بارتي باقي ما ساليناش دابا يلا قلنا بالنسبه لاش بالنسبه للصيف بالنسبه للشتاء il fait froid parce que cette partie s'éloigne de soleil اوكي هذا هو الجواب ما بقاليش فين نكتبو مي هو هذا الجواب باسكو سيت بارتي ولا لا بارتي دو لا تير سيلواني دو سولي تبتعد عن الشمس اذا ننتقلوا للكيسيون ديال غرامير اذا بالنسبه للغرامير عندنا اول سؤال
إذن جونتور لادجكتيف بوسيسيف أو لادجكتيف ديمونستراتيف كي كونفيان. إذن بوسيسيف ما كنبغي نقول شي حاجة يعني كنملكها، مثلا نقول مثلا عندي ستيلو مون ستيلو، كنقول مون ستيلو. أوكي، بالنسبة لادجكتيف ديمونستراتيف هو بحال ديال الإشارة، ما كنقول هذه أو هذا، كيتسمى ديمونستراتيف. إذن بالنسبة غير باش نميزو بيناتهم، اوكي، كاين ديال المذكر المفرد، كاين ديال المفرد المؤنث، كاين ديال الجمع، اوكي، المذكر والمؤنث. اذا غنشوفوا بالنسبه هنايا غندوروا على الحاجه الصحيحه، سواء لادجكتيف بوزيتيف ولا لادجكتيف ديمونستراتيف. بوندون كو مون او لا ما هنا بير اي موا ايتيون سور. اذا هنا عندنا بير، ديما كنشوف الاسم، اوكي، كنشوف قبل ما نشوف نحدد لاجيكتيف يعني الكتابه ديالو صحيحه، كنشوف الاسم اللي من وراه. اذا بير، اوكي، ماسكولين، اوكي، سانغولي يعني مفرد مذكر. ما كيكون مفرد مذكر وكندل على شي حاجه ديالي، مون بير ابي، اذا ما كنقول جو بحال كنعوضها بجو، اما كنستعمل مون ولا ما. مون للمفرد المذكر وما للمفرد المؤنث. اذا هنا عندنا مفرد مذكر، اذا نخدم Mon père et moi étions sûrs. Ok, on dit nous ou la notre petit bâton. On voit le bateau, بالنسبة للبطو مفرد مذكر. إذن هنايا هاد نو غنبعدها لأننا كنستعمل الجمع بلوريال. إذن هنا عندنا مفرد، إذن غنستعملو notre. Nous avons vu une baleine. Ok, on شوفو شفنا واحد لا بالين. سي ولا سيت، دابا هادو ديال ديمونستراتيف ديال الإشارة. Ok، اذا هاد سيت كتستعمل فيمينا، اوكي، وهاد سي كتستعمل ماسكولا، بجوجهم سانغولي مفرد. مي هنايا عندنا، اوكي، سيت بالين سي افي ان با، اوكي، بال هنايا، وهنا عندنا سي ولا سي سو سبيكتاكل نوزا فريمون بلو. غير باش تعرفوا ان هاد سيت وير كنخدمها، اذا كان عندي واحد هنايا كان عندي فوايل، اسم كيبدا بفوايل، كيبدا ب أ ولا أ. إذن هنا غنشوفو دابا سيت ولا سيت. لابالين، لابالين، لابالين مفرد مؤنث. إذن واش غنخدم هادي ولا هادي؟ غنخدم هادي سيت، وهادي غنقول لكم علاش ما نخدمهاش أصلا. هادي كنخدمها فويق، وخا كيكون عندي مفرد مذكر كنخدمها ما كيكون بادي الاسم فوايل ب أ ولا أ. دابا غنمشيو سيت ولا سو. سو سبيكتاكل نوزا فريمون بلو. اذا عندنا سبيكتاكل هو مفرد مذكر، اذا طبعا غنستعمل هادي ولا هادي. هادي دابا هادو بحال بحال، ولكن شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم كان عندي الاسم بادي بكونسون يعني بي سي دي كنستعمل سو، ولكن اكان الاسم بادي فوايل كنستعمل هادي اللي بالتي باش كيكون عندي سهوله في النطق. اذا نخدم سو لان هذا عندي مفرد مذكر. Très bien. Ensuite, question 2. Je complète la phrase avec l'adjectif possessif ou l'adjectif démonstratif. نفس الحاجة بالنسبة، mais هنا احنا اللي غنكتبو. Nous devons protéger plage. Plage pluriel. OK, masculin. Et donc كما قلت لكم قبل ما كيكون بلوريال، OK، كنخدمو نو، غنقولو نو بلاج. نو بلاج. Très bien. Ensuite, d'abord, question OK نكملو. Camarade et moi avons participé à la protection de l'environnement. يعني احنا انا والاصدقاء ديالي، غنقول يعني كنقول الاصدقاء ديالي، شوف ما كنقول الاصدقاء ديالي انا، مي ما كنقول يعني الاصدقاء ديالك تي، اوكي. اذا شنو عندنا هنا؟ غنقول الاصدقاء ديالي، اذا نعمل مي. مي كاماراد اي موا نو افون بارتيسيبي ا لا بروتيكسيون. دابا لي زونفون يعني الاطفال، ما كنقولش شي حاجه، هم اي لوغ بارون، الاباء يعني الاباء ديالهم. اذا شنو غنعمل؟ لوغ. هادو خاصكم تعرفوهم، من بعد نعمل لكم فيديو هنايا باش تعرفوا تفرقوا بيناتهم. اوكي، لوغ بارون بارتيسيبا ان اكسيرسيون دون اون ايل، يعني عايشاكو في شي نزهه في الجزيره. وازو اي تا مونشو. اذا عندنا هنايا غنشيل الوازو، غنقول هذا الطائر. اذا انا كيما قلت لكم قبيلاتي، ما كيكون بادي الاسم بهاد فوايل، شنو كنخدم؟ سيت، اوكي، كنعمل سيت وازو. ايت ان مونشو. اذا عندنا لا تاي، لا تاي فيمينان سانغولي مفرد مؤنث. اذا شنو غنعمل؟ سا تاي. اي موان دو متر اي او سون بوا، الوزن ديالو. اذا هذا مفرد مذكر، اذا غنستعمل سون، هنا مؤنث سا مفرد سون. إذن اي اون موين دو 12 كيلوغرام. حاولوا
تفرقوا ما بين كاين ما طاسه فيمينا سانغولي مونطون سون اوكي بالنسبه للماسكولان سانغولي اوكي وحده كتخدم شي حاجه كدل على ديالي انا ولا انت ولا هو ما كنخدمش سون اذا سون بوا وزنه وهنا لا طاي ديالو اذا ديما خاصني نشوف الاسم اللي موراه هذاك لاتيكتيف بوسيسيف وديموستراتيف نتمنى نكون فزكم شكرا والى اللقاء